في البداية لازم تعرف ان انت ازاي تقارن ما بين نسب النجاح اللي موجودة في كل المحافظات، لان ده بيبقى مؤشر قوي للتنسيق. وانا هنا سايب لك نسب كل المحافظات، شوف محافظتك وقارنها باقي المحافظات وقول لي رأيك في الكومنتس في التعليقات. دلوقتي ظهرت 3 محافظات جدد لامتحان شهادة العددية تالت اعدادي، والمحافظة الأسوأ حتى الآن هنشوفها مع بعض. كده عندنا 24 محافظة ظهرت، باقي 3 محافظات بس. أتمنى في البداية أن أنت تدوس لايك، ولو ما كنتش مشترك تشترك معايا في القناة وتفعل الجرس على كلمة كل عشان يوصلك كل الأخبار التعليمية والخدمية اللي بقدمها على قناتك التعليمية مستر مانويل. تم اعتماد نتيجة سوهاج لسه من لحظات ب 82%، وكمان مطروح بنسبة 86.3. قارن الحاجات بعضها في فيديو سريع بس. 70% البحيرة، عندك الفيوم 80%، عندك الدقهلية بنسبة 89.1. كمان عندنا تم اعتماد نتيجة عددية محافظة جنة 83.5%، محافظة بورسعيد 82.4، اعتماد نتيجة بورسعيد 82.4، اعتماد نتيجة الشرقية بنسبة نجاح 81%، اعتماد نتيجة دمياط 80.30%. هنعرف دلوقتي باقي المحافظات وكمان المحافظات اللي لسه ما ظهرتش. بني سويف 86.4، القاهرة 83.9، الإسماعيلية 83%، جنوب سيناء 93%، ودي أعلى نسبة نجاح حتى الآن. اعتماد نتيجة السويس 86.9، اعتماد نتيجة أسوان بنسبة نجاح 80.3، واعتماد نتيجة البحيرة بنسبة 70%، وهي للأسف المحافظة الأسوأ حتى الآن بنسبة نجاح 70%، وده متوقع أن التنسيق دخول سنوي هيبقى قليل فيها لأن نسبة النجاح ضعيفة فيها جدا اللي هي 70%. كده يتبقى لينا فقط 3 محافظات اللي هما أسيوط والمنوفية والفيوم. ظهروا 24 محافظة وباقي 3 محافظات بحد أقصى غدا أو بعد غد إن شاء الله، بالتوفيق للجميع إن شاء الله.